ما شاء الله. هل تفتكروا لو ما كانتش الشخصيات المهمة أو الكتاب الناجحين والأسامي البارزة اللي انتوا قابلتوها دول، لو ما كنتوش قدرتوا تقابلوهم، تفتكروا كان المحتوى هيطلع زي ما انتوا كنتوا متخيلين؟ يعني لا اعتقد ان هم الكتاب ليهم دور، يعني هم شركاء في العمل، وجودهم وفكره الحوار اللي حاصل معاهم وحكاياتهم الحقيقيه اللي مش انتوا بتحكوا اللي بتحكوها، هم اللي بيحكوها. ما بنطرحش وجهات نظرنا الشخصيه او ناقد فني مثلا بيقدم تحليل للسينما المصريه، لا. الموضوع فيه جوانب انسانيه وفي خبرات بتكتسب من الكتاب دول. يعني اللي يفتح الكتاب هيلاقي الشق الإنساني وهيلاقي خبرات، هيلاقي كلام رايح وجاي، في نقاط، في اختلافات ما بينهم. فكان مهم جدا وجودهم لأن هم الأبطال الحقيقيين بتوع العمل. إحنا نسقنا، حطينا المحاور، حطينا الأفكار اللي عايزين نطرحها، أهم الأسئلة اللي ممكن تبقى موجودة عند القارئ، فكل ده إحنا عملناه. كمان الصياغة الأخيرة حرصنا إن الكتابة كمان تبقى كتابة سلسة وبسيطة و واخدة طابع إنساني، هتبقى قريبة من محتوى الكتاب، لكن وجودهم طبعا هو الأهم وهو البطل في الموضوع.